احنا اليوم في كشته، وكشته بضيافه عمر ودحوم. قلت دحوم ولا عبد الرحمن؟ اللي عجبك. وش تحب انت؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. ايه وانت عمر صح الاسم؟ عمر صح. يعطيكم العافيه. الحين راح ناخذ لقاء خفيف، طبعا انا امون عليهم شوي، حبايب قلبي يعني، انسى لاعب واعلامي. ها اتفقنا؟ عطني سر تألقك، وش الخلطه اللي كانت ورا هذا التألق؟ مو خلطه يعني، هذا توفيق من رب العالمين يعني، واجتهاد في التمرين يعني، هذا ما يجي من فراغ يعني، ومساعدة يعني لاعب واحد في الملعب ما يعني ما يسوي شيء، هذا اجتهاد منا كلنا كلاعبين. والحمد لله يعني سعد الشهري اعطاني الثقه، والحمد لله قدرت اكون عند حسن ظنه. ايش رايك في عمر؟ عمر ما يحتاج، ما شاء الله عليه، من الدور الثاني هو ماسكها، ما يحتاج. في عيوب عمر، عطنا عيب واحد، خلينا نشوف العيوب بعدين نتكلم على الايجابيات. والله هو شوف العيب اللي فيه انه يبهي واجد، هو يبهي واجد يعني بالملعب يبهي واجد هو. يا عمر ما تلعب بخاندة تتعب والله. مركز يبهي يعني يركز. لا ليه تمركز يبهي على طول يا عمر؟ لاعبك انت الطير يجي على طول يبهي، يقول لك انك، انا اقول لك انك ما تركز. ايش تقول له؟ عطنا عيب من عيوبه وداخل الملعب. لو بتكلم من اليوم لبكرة ما بخلص. فخلوني خلوني ساكت أحسن. نبي وحدة يا أخي. رد عليه ترى. ها؟ زعيط شوي. زعيط. تتخيل شافني قبل شوي ما يسلم علي. فيها حق ذي. والله فيها حق، فيها عشاء، والله فيها عشاء. انتبهت لك ترى. أنت كنت أكلم بس يعني سلمت عليك أول ما جيت يعني. أول ما جيت قال جا ونحاش. أزعل. أنت يا أخي عجبني صريح وهذا. هذا يبي العشاء، ذا مو صريح يبي يتعشى. عشاء طاح خلاص أمام المشاهدين ترى. أبشر والله. الله يسعدك. وش الأكلة الحلوة عندك المفضل عندك؟ العريكة. 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 الجنوبية. إيه العريكة هذه اللي يعني قبل كل مباراة يعني حتى الصباح أي وقت عندنا ناكل العريكة. انت من اساس من الجنوب انت؟ لا من الحسا، بس العريكه خلاص الدمام كلها عريكه عريكه. خلني اسالك انت، هو العريكه وانت ايش؟ معصوب. يا ذبحوني لعبه بالمعصوب. والله معصوب امانه. وش سر المعصوب؟ وش فيه؟ يا اخي انا اكله انتفخ، انت ما تنفخ؟ ما اقدر، مستحيل يعني تمر ثلاث ايام اربع ايام ما اكل معصوب، مستحيل مستحيل جد. واليوم فاطر معصوب بعد، وعاد بعد اليوم بعد بفطر معصوب. ما يزيد عندك الوزن؟ قاعدين يعني احنا نتمرن يعني، مو يعني صح ناكل بس برضه يعني في نفس الوقت نحرق يعني، مو ناكل ونقعد، لا ناكل قاعدين نتمرن قاعدين نسوي اشياء كثيره يعني عادي يعني ما تفرق، بس المشكله لو تاكل وتقعد هنا المشكله. خلينا نتكلم عالميا. عبد الرحمن تشجع مين انت عالميا؟ مدريد. لاعبك المفضل اكيد ما يحتاج، ولا في واحد ما؟ لا الدون ما يحتاج. غير يا اخي، انا عندي لاعب ثاني مفضل. والله شوف الدون انا معك، بس صراحه اللي مره يعني اللي احبه ميسي. والله ميسي جديده هذه مدريدي و والله قويه يا اخي. هذه كوره يا اخي، ميسي بعد ميسي ذا. انت من ناديك المفضل؟ انا الصراحه والله ما لي اي ميول لاي نادي في اوروبا. لا تكذب. ما اسمك؟ أوريك حاجة دقيقة. طيب والله وجه خير عليه. إيش؟ مبروك التجديد. جددت؟ يا الله خبر جميل، جدد هو معانا في اللقاء. أجمل لقاء ممكن إنك تعمله، ويجيه رسالة وجدد معانا. ألف مليون مبروك، وأنا قلتها قبل شيء أنت نجم موسم. إيش تقول بهذه المناسبة؟ إحنا لنا الحظ إن أول ناس يعلن الخبر. حبيب قلبي أول شيء والله الحمد لله. يعني هذا توفيق من الله يعني، هذا ندي انا يعني في والحمد لله يعني الاستاذ خالد دبل يعني ما قصر معي بشيء والحمد لله. يعني انا انسان يعني ما كنت طامع اني اطلع من ذا النادي، لان من يوم انا صغير هنا وربعي واهلي كلهم هنا يعني ما حبيت اني اطلع. وان شاء الله نتمنى انه يمثل المنتخب ويحافظ على نفسه ويحافظ على مستواه ويلتزم في الملعب ويلتزم في التمارين وما يتأخر عن التمارين ولا يتأخر عن أي شيء ويلتزم ويبطل الصبغات هذه. فنانك لا تقول لي أجنبي بعد. وش هو أي فنان؟ فنان عندك المفضل اللي تسمع لده حاليا أبو عتيق. واحد عراقي. عراقي؟ اسمه كده اسمه أبو عتيق؟ إيه اسمه. عندنا شباب عراقيين يطلعونه لك. ما عليك طلعوه على طول. في أغنية محددة؟ بلبالي.
ضل بالي وضل بالي عليك اليوم وينك يا بعد عيني ما ناسيك انت وياي خاف تقول ناسي وضل بالي عليك اليوم وينك يا بعد عيني ما ناسيك انت وياك خاف تقول ناسيني منتظرك تجي من ليك خلص حجي بس يا ريت غيرك لا تظن حبيت انت عمري وسنين والله يا اخي فاجئ لي انا متعود على محمد عبد وراشد الماجد الحين ابو عتيق يلا الدنيا تغيرت انت انسان معين ما في شخص اسمع بس ما في شخص معين على حسب الاغنيه يعني ما لي ميول في شخص يعني مو ما في شخص معين اسمع اغانيه لا عادي بسمع لي اياها تسمع الشيلات لا وين سلامات حبتين مشكله مع بورش وشيله كيف ما تجي خلي نشوف هذا لان ما يطلع معنا عطها واحدة كذا ها سجل هدفين من ثلاثة ما عاد يرد عليه أمه ما يبغى يطلع في أي مكان تكلمه حتى أنا كلمه رجال من أمس قاعد أدق عليه ما يرد عليه خله بس أشكرك على تواضع حبيبي أنت بالنسبة عندي أحسن الكويكبي ومبدع ومتواضع مشاكل تسوي مشاكل قمة كبيرة وقمة كبيرة بيش السالفة المزح ما أقدر احنا مشاهدي الكرام نطلع الروح الجميلة وسر تألق الاتفاقيين هذه المحبة اللي شفتوها كان هذا اللقاء الجميل ممتع تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته